شرد وبهاي تباحى سراب الجيش كل ما تقرب ويبعدون خيرهم شرد وبهاي تباحى ركبهم لحد ما خلص حد الشوف ركبهم لحد ما خلص حد الشوف والمال احس يبه بخزرة شواها من قد الرجيف من قد الرجف ما تركد على الرؤوس الخوذ والروس مثل البوس طواحيهم ومن خوفه الشارد ميت خوفه. الموال يحكي فروسية ويحكي عن بطولة الإمام العباس وبطولة الإمام الحسين ومظلومية الإمام الحسين ومظلومية السيدة زينب عليه السلام، فينقل واقعة الطف بكلام يعبر الجمهور بحيث توصل الفكرة للجمهور وتوصل فكرة للمتلقي. شلون نضم البيرق؟ شلون نضم البيرق؟ بالنسبة إلى ميدان الإمام العباس عليه السلام اللي هو ميدان المركزي تقيمة محافظة بغداد سنوياً، بغداد كرخ ورصافة كل سنة، أما يكون بالرصافة أما يكون بالكرخ، فهاي السنة إن شاء الله بمنطقة السبع البور، والسنة اللي فاتت اللي قبلها اللي هي بالكرخ بالحسينية. وميدان الإمام العباس هذا مركزي يلتمون جميع مهاويل بغداد الأحياء مراسيم استشهاده بعبد الله الحسين وأخيه بفضل العباس. بغداد عامة تتكون من 21 منطقة اللي يقرون لا يقل عن 20 أو 21 شخص. بداية الميدان يكون مركزي من مكان ومن جمهور، والميدان ما تحضر به بس المهاويل، بالعكس يظهر به الجمهور ومحبين أبي عبد الله الحسين ومحبين الهزوجة. بداية يبدي الميدان من 4 العصر يعني حسب الوقت، ينتهي إلى وقت آذان المغرب. جبل جبل صبرك يا زينب أبد ما تثلم ويا قرآن الحقيقة بصدق يتكلم يا أول مرة تقع الصدر ديوان علق على وقعد لو كنا صدر ديوان علي قال وقعد لو كنا نتحلم سكت كل المضيف بحضرتك يمعون شيخة وبت علي القابلها ما يسلم سكت كل المضيف بحضرتك يمعون سكت كل المضيف بحضرتك يمعون شيخة وبت علي القابلها ما يسلم يا أول فريضة بحضرة النسوان فرضت على الشوارب والحجم للثمان يا أول فريضة بحضرة النسوان. أنا ما ملحق على النظام المقبول صدام حسين، بس يسولفوا لي كانت موجودة الهزوجة بالتسعينات وما بعد التسعينات موجودة، لكن حالها حال المجالس الحسينية خفية، لأن تعرفون كان هناك نظام جائر، نظام معادي لإمام الحسين، واليوم الهزوجة هي الهزوجة حركة وصوت، والهزوجة تخلخل من عروش الظالمين. كانت المهاويل في زمن نظام البائد يقيمون الميادين الحسينية خفية، تعرف اليوم أما يكون في داخل منزل أو في حسينية مصغرة يعني محكمة
ربعنا يعني شلون احكي لك بالعاميه، واحد يثق بالثاني وبيناتهم يسوون هذا الميدان الحسيني. كان النظام الباد يمنع هاي الشعار الحسيني، من كانت اهزوجه او كانت لطميات حسينيه كان ضد هاي الشعار الحسيني، حتى كان يمشي الامام الحسين ممنوع اللي يلطم على الامام الحسين منه. هذا الكاسيه اللي كان هسه الكاسيه كان كل بيت من يجي محرم الكاسيه دفنه دفن، يلا عد يجي محرم يلا يقدر يطلعه ويسمع يجوز بينه ما بين نفسه ما يقدر جهرا امام الناس. هالكافل بنطف هالكافل بنطف درعه سكر